انتظرنا
حلقة وتزهي عذبت حالك دمرت حالك شلش على ابن الناس شلش على ابن الناس عذبت حالك دمرت حالك عاشو يا خيو احلى بني جمو احلى محمود جمو احلى بالصيف احلى ابو جاسم المولى يا ملك سود الليالي سود الليالي سهران تذكرني سهران تذكرني ارقف بحالي ارقف بحالي يا معلقة وتزهي يا معلقة وتزهي يا البرتقالة يا البرتقالة يا معلقة وتزهي يا معلقة وتزهي عذبت حالة دمرت حالة العزر بالشباب وبني جمه زفت العريس زفت العريس هلا بالعريس فهو العريس مبروك شيخ الشباب جعل الله مبارك يا عريس جعل الله مبارك يا والد العريس احلى واجمل تحيه وبطاقه حب وسله والبيضة من مطرب هذا الحفل الفنان عبد القادر العمر ومن فرق السهر الموسيقيه يقدم اجمل تهاني للعريس والى بي العريس اهلا بالعريس فهو العريس مبروك شيخ الشباب Yeah.
احلى العريس الطوف، احلى ولد العريس، احلى اهل حطاب، بالله اجمع على تحيي السلام. هذه صالة نص الدنيا يقدمها للعريس مدير صالة نص الدنيا السيد سلمى نص الدنيا أبو محمد. هذه صالة نص الدنيا يقدمها مدير صالة سلمى نص الدنيا أبو محمد، فليتفضل المشكور. والسيد عمار زين الله بحي ابو ديش الشباب، احلى بليش المعاوي، عيون يا احمد تحيي السلام، احلى بليش امو. ببصم لك انا بالعشرة، اشهد لك قدام ربي، يا احلى مهرة في العمر ابن الحمدي. ببصم لك انا بالعشرة، اشهد لك قدام ربي، شامل تحيي السلام، احلى شباب حلب الشباب تحيي السلام. الفنجان الصيني
مدلل وابو العريس مدلل حاج عبد الوهاب حطاب بأحلى 500 بهني العريس وادي العريس وبني حطاب الأجمع ألف تحية ومليون سلام. Thank you.
احلى عيونها لا ما قدرت هي سلام. جعل الله مبارك يا عريس، كل الشكر لوالد العريس الحاج عبد الله الخطاب على الدعوه الكريمه. اخوتي الحضور، اخوتي الضيوف، على المحبه التقينا وعلى المحبه نودعكم. والى هنا ينتهي هذا الحفل الفني الذي احياه لكم نجم ليالي حلب الشهباء الفنان عبد القادر العمر ابو عدنان. اطلبوا تسجيل هذا الحفل من تسجيلات ميكروفونات صوت صار السهل دوما في الطريق على سوريا منطقة الباب لصاحب الفنان خالد اليحيى وبإدارة واشراف الفنان عبد القادر العمر ابو عدنان. كل الشكر لوحدة اديب للتصوير المرئي سوريا منطقة الباب لصاحبيها الحاج اديب الزين واولاده. كل الشكر للمخرج السينمائي ياسر، وكل الشكر للعريف هذا الحفل عمار ابو اديب وياسر ابو اديب، وعيونك يا مصور الحفل ابو حسن. يطلب الفنان عبد القادر العمر ابو عدنان على الجوال 0933 740 813. والى هنا تصبحون على خير.